حبيبي سعود الرمح بعد قلبي والله يا مشرفنا يا حبيب الشعب. قبل لا ارحب باللي يمي ربعي، ممكن تخلي الفرقه تعزف الثانيه مالت يا ليلد هذا؟ ممكن تعيدونها؟ مو هذه مالت كابتن فوزي اللي قبل شوي يعني؟ يا ليلد انا ما تكفى سعود، ما يخالف اكسر البروتوكول مالكم. جاهز؟ جاهزين؟ مو قافيه بروتوكول. يلا روح سعود وياهم. مشكور وايد. مشكور حق الفرقه بعد الفرقه. لا الفرقه تحت تهديد الاخ يغير كل البروتوكول مالهم. مساكم الله بالخير مشاهدين تلفزيون الكويت، اهلا وسهلا فيكم في برنامج الاهلي الكويت. طبعا نجره وايده تصير ترى على فكره برا الكواليس لمده ساعه وضحك وغشمره، كان زين ننقلها لكم في يوم من الايام عشان نسك البرنامج. المهم راح اسكونه. حبيت اني اول شيء اني اقول لكم اليوم الحلقه ممتازه جدا لابعد الحدود. اول شيء بنتكلم عن علم التغذيه، بعدين بيكون معنا طبعا ايضا دكاتره فيصل الهاجري وعبد العزيز رشيد ودكتور حسام بشير. يا ابو حافظ الاسم، حافظ الاسم، اصلح لك زايد. ما قلت شيء غلط. زين، فاللي عنده اي اسئله في هذا الشيء في البرنامج هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت وكتبوا اللي تبونه واحنا راح نجاوب مع الدكاتره طول الحلقه. اليوم حلقه خاصه بس حق الدكاتره معنا. طبعا اول شيء برحب بربعي، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والكرامه. في وجهه صار احمر، بقول شغله بس فينا ضحكه. كل ما يسوي تحليل دم الحلقه كلها تصير دكاتره. اي والله عسى ما شاء الله. تحليل بيحلل دمي بعد شوي فيصل الهاجري. عسى ما شاء الله كل ما بيحلل دم الحلقه كلها دكاتره. دكتور فيصل يلا الدنيا. لا والله رحت ملح. اي والله. المهم قبل لا نقدم ضيفتنا اخ فوزي، تفضل اخوي طلال. اخ فوزي بسالك سؤال، اذا خالد بعد يشاركنا بديش معاكم. اخ طلال طلال معنا، اخوي خالد ان شاء الله وياك. اخ فوزي، اخ فوزي، ليش دائما ينقون ايام معينه حق مثلا الخطبه، الملكه، العرس، 7/7، 8/8، 9/9، 10/10، 11/11، 12/12؟ إيه طبعا. ليش اخ فوزي؟ هذه اخوي طلال هذه اشياء مميزه. التاريخ هذا يكون مميز. رقم تليفونه هو؟ ايوه كذي الحين يبيعونه ساعات. والله صدق؟ والله قاموا يختارون الحين والله ابي 1/1 بالسنه الجديده، عن بدايه السنه الجديده. اي عيل 24/2 سنه 24 هذا بلاتيني. اقول لك ينباع هذا. لا صدق والله تحجز من الحين. العروس فل عندنا بالتاريخ. تحجز صدق والله. والله ماكو صالات ما المطاربه وذيل ما تحصل. شنو هذا المطاربه؟ المطربين جمع مطربين ومطاربه. والله ما تعرفها. لا والله اخ فوزي مو عشان لا ينسون التاريخ؟ اخوي خالد اسهل الحفظ. اي يعني انت 13/5 ألف وايد بعيد. 7/7 8/8 سهل. 24/4/24 الله الله 8/8 حالات ينطرون 2008/28 8/8/8 نفس محطتنا ديناصورات. اي بعد هذا اي من يعيش هذا.
بس الله يحفظك ويطول بعمرك ويطول عمرك ان شاء الله. العين ترجيك ولا هذا ما منه فايده. خل اليوم بدك ترجع لي. اليوم نقدم لكم طبعا دكتور دانا السالم، حياك الله، مساك الله بالخير في ليالي الكويت. شلونك؟ بخير الحمد لله. شخبارك؟ طيبه ان شاء الله. طيبه الحمد لله. ترى هذه المقدمه كانت تسخين حقك في علمك. مسخنا خالصه ان شاء الله. تعالي واحنا قاعد نسولف برا مساها قلت ان انت اول وحده تخرجتي في علم التغذيه. اي اول طالبه اتخرج بتخصص بكالوريوس علم الغذاء. علم الغذاء اللي هو الفود ساينس من جامعه الكويت. اي نعم. كانت الكليه جديده هي اسمها كليه العلوم الحياتيه. طيب. فاحنا اول دفعه دخلناها فكان عددنا قليل، فهو تخصص غذاء وتغذيه. اي. فاغلب زميلاتي تخصصوا تغذيه، اللي هم يتخرجون يصيرون اخصائيين تغذيه. فيومينا بنتخصص يعني استوقفني تخصص علم الغذاء ما قد سمعته من قبل. فيوم بحثت وسألت الدكاترة فهو يتخصص بالأكل قبل ما يدخل جسم الإنسان، تصنيعه، تعليبه، سلامته، حفظه. فإحنا ندرس عن الأكل كله قبل ما يدخل جسمنا. فحسيت هالشيء يعني it's very interesting، وأنا ما عندي علم عنه وأقدر أغير فيه. يعني إذا عرفت أعرف الصح، أعرف الغلط، أعرف شلون أطور الغذاء. فكل الطالبات اللي معي والزميلات راحوا تغذية، فأنا قعدت في الدفعة بروحي، نطرت الدفعة اللي وراي ثنتين وفتحوا لنا مواد وتخرجت أول واحدة تخرج فيها التخصص. فأنت الحين وين تشتغلين؟ أنا أشتغل في التطبيقي كلية العلوم الصحية. شنو تسوي؟ أدرس علم الغذاء. تدرسينهم عن علم الغذاء؟ أدرس علم الغذاء. إنزين، بعد ما بعد عمر معين الشخص متعود على نكهات معينة، إنزين سيستم معين، شلون يعيد برمجته على الأكل ولا على هذا الشيء؟ كل شخص يختلف عن الثاني. يعني مثلا ليش بتعيد برمجتك؟ تبي تعيش نمط حياة صحي؟ أخ طلال مثلا أنت عندك مشكلة بالسكر، شخص ثاني عنده مشكلة مثلا بالكوليسترول العالي أو بنسبة الدهون، فاللي أنت تتبعه غير عن الشخص الثاني يتبعه. يعني التغذية مو خط واحد، مدارس عديدة، خطوط عديدة. عشان كذي مثلا لما ساعات ينتشر مثلا نظام غذائي صحي الناس كلها تتبعه، ما يصير كلنا نتبع نفس الغذاء. يمكن أنت عندك مشكلة بالأكل العالي بالدهون، شخص ثاني ما يأكل دهون، عنده مشكلة بالسكر. فأنت متى ما عرفت شنو مشكلتك أو شنو الشيء اللي تبي تشتغل عليه تاخذه وتركز عليه ويصير عندك عادة غذائية صحية، هذا اللي تم. إحنا ليش الحين الناس يظلون سنين وسنين يعني they are struggling مع 5 و10 كيلو، صح ولا لا؟ صح. كم سنة؟ أي كم سنة؟ تخيل لو أنت بالشهر تضعف كيلو واحد، تقول شوية بس بالسنة صاروا 12 كيلو. شلون هذا يستمر؟ لما تغير عادة غذائية، مو لما يصير هبة ألتزم شهر وأسكر حلجي وأموت من اليوع، مو هذا الصح. الصح إن إحنا نعرف إيش قاعد ناكل، وبعدين هي بالنهاية مو بس أكل. يعني الحياة الصحية مو أكل صحي، هي نومة صح، هي حركة صح، هي نفسية صح، هي شغل صح، وايد أشياء مرتبطة ببعض. أنا عندي مشكلتي دائما في الربع كله يتهاوشون معي لما نسافر فرنش توست بان كيك، ما أقدر أفتتح اليوم إلا بهذا، وأنا فيني سكر. أي. عرفتي شلون؟ فبعدين لازم نتناقش في هالأمر هذا. أكل قبلهم شيء عالي بالبروتين. شيء عالي بالبروتين ما قدرت أحاول فيني خالد. بعدين أكلهم يقل امتصاص جسمك. يقول لي بيض. ما يصدق ما يصدق. شفت قلنا له بس ما يصدق. يعني بس. أكلهم حطهم قدامك. لحظة. أكل شيء عالي بالبروتين مثل بيض. ستيك إن إيجز. هذيل يأكلون ستيكات وحوش من الصبح. ستيك إن إيجز الصبح حلو زين. طيب يلا تفضلي. مع ان يعني امريكان كله ياكلونه، الاوروبيين ياكلون ستيك. هاتي ما اكل كله بروتين عادي وضعك زين. وهذا شو يسوي اذا اكلت بروتين؟ لما تاكل بروتين قبل الوجبه العاليه بالسكر يقلل امتصاص السكر في جسمك ويخليك اصلا طبعا ويخليك اصلا يعني مثلا لو انت بتاكل بانكيك راح تاكل نص الكميه لان قبلها ما اكل بروتين. صح. البروتين يحتاج وقت للهضم اطول من السكر. السكر يبدي هضمه من الفم. أي. تخيل يعني انت من الفم تبدي عملية الهضم، أما الدهون والبروتينات خصوصا الدهون تبدي بالمعدة. أي. عشان كذي لما ناكل شيء عالي بالدهون يطول على ما ينهضم. أقول حتى النشويات. النشويات تبدي من الفم فبسرعة تنهضم. بسرعة تنهضم. احنا نشوف اخواننا بهذول بشرق آسيا ياكلون عيش الصبح. عيش الصبح. اي بس عيش أبيض بسرعة يهضمونه. أما لما تاكل شيء عالي بالبروتين. ياكل جاول. عيش 7000 شغلة. خالد كابتن. هل انتم نص دكاتره؟ اقول كلهم خلينا شويه بس. هي تعبانه ربع مغذي ربع مغذي خلينا شوي بس. ها؟ واللي سلمك بقى انتم قلتوا لي نفس المعلومه قبلها. خل اسال عن شغله زين. انا مثقفين زين. دكتور اللي تريق الصبح سمك شلون؟ الله يعينك. قلت لك الله يعينك. انت قلت لي اللي تريق الصبح سمك. اي نوع سمك؟ معلول صجته ابو غشمره. اي عادي عادي سي فود عادي عادي شلون عادي كابتن قلت لك انا؟ دكتوره دام ذكرتي انه
كل واحد له طبيعه جسم ويعني صاحب الامراض، فهل هناك فرق بين التغذيه بين الناس؟ يعني الطفل شلون والمراهق شلون، الشاب شلون، الحامل، الريال الكبير، الرياضي، شلون طبعا طريقه اكلهم، او انه شلون نقدر نستفيد من الاكل هذا؟ احنا خمسه قاعدين ما يصير كلنا ناكل مثل مثل. اي طبعا كل انسان المفروض هو يعرف هو شنو حالته الصحيه وشنو الشيء اللي يحتاج. يعني مثلا الشخص الرياضي اي نعم تغذيته غير عن الشخص اللي ما يتحرك. الشخص الرياضي يحتاج كربوهيدرات اكثر لانه يحرقها، يحتاج مصدر طاقه. اما الشخص اللي غالبا ما يتحرك او حركته جدا قليله، وحتى مثلا الكبار بالسن اللي عندهم مشاكل بالحركه ما يحتاجون نفس نسبه الكربوهيدرات، لان الكربوهيدرات اذا الجسم ما حرقها يحولها الى دهون ويخزنها الى دهون. عرفت شلون؟ نعم. فكل انسان يعتمد على نمط حياته، على طبيعه شغله، على عمره. مثلا الاطفال يحتاجون نسبه كالسيوم اكثر لان عظامهم قاعد يعني تنبني بنسبه اعلى بالضبط. فالحامل طبعا تحتاج تغذيتها خاصه. فطبعا كل مرحله عمريه تحتاج تغذيه على حسب يعني حالة بالبيت الإنسان. بالبيت دكتوره لازم نفتح مطعم كل واحد طلب غير، كل واحد طلب غير لازم نسوي صحه صحيه. شنو هو الاكل الصحي؟ نعم انت ايش رايك؟ اللي يجمع مثل ما تفضلت يعني اللي انا يجمع بين الكربوهيدرات ويجمع السكريات ويجمع البروتين وهذا الشغلات. انا يعني طبق لحم الله بس الله طبق لحم يعني الاكل الصحي. لحم الاكل الصحي مو اكل معلب مكتوب عليه ايه؟ عضوي اورجانيك، مو هذا الاكل الصحي. لا 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 ما اتعامل معه. الاكل الصحي خضره وفاكهه حبوب كامله ويدام. نعم فيعني لو تشوف الاوليين ترى اكلهم صحي، بس شنو؟ اكلهم محدد، عندهم وجبتين او ثلاث وجبات، ثلاث وجبات بينهم ما ياكلون. صحيح. احنا الحين شو اللي مذابحنا؟ شو اللي ذابحنا؟ تخربط بين الوجبات. شكرا. هذا اللي تالفنا. بس دكتوره الحين في 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 بعض الشركات اللي تسوق للغذاء يعطون خمس وجبات في اليوم او ست وجبات في اليوم. في ناس يحتاجون مدري شنو. إيه؟ نعم. في ناس قلت لك مثل ما تفضلت كل انسان عنده نمط حياه. مثلا الشخص مثلا متعود ياكل وجبه واحده بس باليوم ومو قادر يضعف، يمكن هالشخص اذا قسم وجباته يصير عمليه الهضم عنده اسرع يضعف. صح. اما الشخص اللي متعود على طول ياكل يمكن اللي يقسمهم بس وجبتين يضعف. فهو مو كل شيء حق كل الناس. نعم بس انا يعني هو الغذاء مدارس عديده. آه مدارس. انا مدرستي ان كثره الاكل يعني السناكينج العالي سواء للاطفال سواء للكبار ما تعطي مجال للمعده اولا انها تشتغل عدل وتهضم، وتأثر على التركيز، تأثر على الطاقة، تصير أنت بس قاعد وتفكر بالأكل. أما لما تأكل وجبة وتسكر خلاص لأربع خمس ساعات، أنا الحين كني صايم أشرب ماي أشرب شاي بشرب لي قهوة بس، وبعدين وجبتي الثانية مو كل ما أشوف شيء بقعد باخذ كاكاو وباخذ بسكوتة، هذا هو اللي يأذي. أما إذا إحنا ناكل صح ونتحرك صح وننام صح ترى زي الفل، ما أمورنا طيبة. أنا يزعلون علي ربعي من نص الساعة اثنتين ما أكل شيء. أنا أتغدى مبكر، إذا ما تغديت مبكر بس ما آكل ليل عشاء. يعني ساعة يطيح غداء يقول ما أقدر آكل. ما آكل، يعني ساعة ثلاثة يطيح أروح أقول ما آكل. بس أنت هذا يناسبك وريحك. ايه؟ بس ممتاز. والله يريحنا قعدت معاهم أنا أرتاح. والله يوفر في الميزانية. مساعة قبل لا أدخل على موضوع التنمر، مساعة تكلمتوا عن الأورجانيك فود ولا الأكل العضوي. طايحين له الأيام هذا أورجانيك هذا أورجانيك. بيضة تفاحة بأربع دنانير. بيضة بدينارين ولا تفاحة بأربع دنانير. ليش؟ وصار ترند قوي وايد ها يعني. صح. يعني يمكن يكون زارع شو اسمه الزرع في مكان لا هو عضوي ولا شيء بس يكتبون عليه اورجانيك. ما ابي اقول لك والله شلون انا اعرف هذا اورجانيك ولا مو اورجانيك، ما اعرف. لكن انا بس سؤالي الواحد الانسان ولي الامر اللي بيشتري الشغلات هذه كلها اذا ما يقدر عليها طيب شنو اختياراته الثانيه؟ شلون مثل ما تفضلت الاختيارات الثانيه هي الاكل الطبيعي، خضره فاكهة حبوب كاملة. شو يعني حبوب كاملة؟ عيش أسمر، شوفان، شعير، هذه كلها حبوب كاملة. يقولون تمتن هذه الشوفان وش اسمه؟ الشوفان تمتن. شنو يعني تمتن؟ تتفخ. شلون تتفخ؟ ايش دراني سألي كابتن هذا كله ياكل منها. خل أقول لك شيء عن الشعير. ما يتحرك هو. أنا يوميت بسوي رسالتي للدكتوراه. كان ودي أدرس عن شيء وقالوا لي اختاري موضوع، فكان ودي أختار موضوع له علاقة يعني الرسول اللهم صل وسلم بارك عليه اذكره بالسنه النبويه. فقعدت ابحث فهو تكلم عن الشعير من بد كل انواع الحبوب. فقلت حق المشرفتين انا ودي اتخصص بالشعير،
فقالت لي ما عندها مانع. فقعدت أبحث شو اللي يميز الشعير عن كل أنواع الحبوب الثانية. طلعت في مادة اسمها بيتا جلوكنز. هذه المادة الـ FDA منظمة الصحة العالمية أثبتت أن 3 جرامات 3 جرامز of بيتا جلوكنز ديلي تقلل الكوليسترول ناتشرالي بنسبة طبيعية، يعني بطريقة طبيعية. الكوليسترول من بد كل الأمراض اللي أول ما تكون أنت على مشارفها سهل أن أنت يعني تخفضه بدون حبوب، رياضة وأكل صحي. شنو يعني أكل صحي؟ أكل عالي بالألياف. هذا الشعير فيه ألياف تمنعك من ارتفاع الكوليسترول. فعقب ما بحثت فقعدت أشوف، يعني شوف سبحان الله، لو إحنا بس ندخل الحبوب الكاملة بأكلنا إحنا يمكن نقلل أشياء ثانية. فالشعير في أرخص منه؟ لا. والشعير الحين تشوف مثلا لما تسافر أوروبا شنو ريوقهم بالبوفيه؟ شو يحطون؟ بورج. أي صح. ترى هو نفس الشيء بس بدال الشعير شوفان. هو فكرة فاللي هو التلبينة أو بورج، فهي الفكرة حبوب مطبوخة بماء أو مطبوخة بحليب. هذه لما تبدي فيها يومك أو تأكلها حتى وانت صايم الفطور على السحور تحتاج وقت على ما تنهضم. ولذيذة. ولذيذة وضيف لها الإضافات اللي تبيها. فهذه أكل صحي، هل هي تكلف؟ فيها ما تكلف. والله عاد صدقين كابتن فوزي عنده بالبوفيه بالبيت البورج هذه يوميا ياكلونها. ما شاء الله. اللي فيها شعير هذا شيء كنت تلبينة. انا بعدين اعطيك. انا مريت احد الجمعيات لقيت 3 خبزات. ايه شوفان. ايه بكم؟ دينارين ونص. يلا. ليش 3 خبزات؟ اي 3 على الكبير. زين انا اكل 4 خبز بالبيت. ما انت تاكل 4 خبزات؟ اي اخبز. إيه بالعذر ما تتغدى ساعات انت؟ اقول لك ريوق عمال، اترايق ريوق عمال والله. كفو عليك. زين برافو دكتوره. قاعد نشوف وايد شركات قاعد تطلع الحين طبعا متخصصه في موضوع توفير الوجبات وغيره. في بعضها ماشي يعني عندهم اخصائيين وعندهم ناس مشرفين وماشيين على طريقه صحيحه، لكن في وايد شركات ثانيه قاعد تطلع تلاقينا باكونتات ما ادري شنو. صح. فشنو نصيحتك حق الناس اللي قاعد ودها تجرب؟ يعني انا اول ما تخرجت من الجامعه اشتغلت في شركه من هالشركات واشتغلت از كواليتي كنترول سوبرفايزر، اللي انا اشرف على الاكل، سعرات الحراريه، نظافته، سلامته. فاذكر واحده من صديقاتي سالتني ان دانا صدق هذا الاكل مال الوجبات يرشونه شيء عشان احنا نضعف؟ هذا انقالت اي هذا من يمكن 15 سنه. لا هو ما يرش، بس هم يسوون شيء واحد، هم يوزنون الاكل. فهو يسوي مكبوس، طباخ يسوي برياني، يسوي مكبوس اكل عادي. خبزه وجبنه ولبنه وزعتر، بس هو يوزن لك اياه. فهي تناسب حق الاشخاص اللي يحتاجون شيء معين ثابت يوصلهم ما ياكلون غيره، يبدون في طريق انهم يخفضون سعراتهم الحراريه. بس هل هي 100% صحيه؟ نعم. تعتمد على الشركه، المكونات اللي تستخدمها، تستخدم اجبان مصنعه ولا اجبان طبيعيه، حبوب كامله ولا حبوب بيضاء، فيعني يختلف. انا بقول حق الناس شغله يمكن اول مره يسمعونها، ما عمركم سمعتوا بشيء اسمه التنمر الغذائي. تنمر الغذائي بنسأل دكتورة دانا عنه، بس أول شيء بنشوف هالاستطلاع وياكم عن التنمر الغذائي. شوفوا الاستطلاع وبرد لكم إن شاء الله وياها. التنمر الغذائي مصطلح يتردد على أسماعنا مؤخرا وبكثرة، هل له معنى علمي ولا هبة جديدة؟ التنمر الغذائي لا، أول مرة أسمع في هذا المصطلح. والله ولا مرة سمعت عن هالشيء، بس أتوقع إنه أحد يأكل وايد أو إنه ما يأكل to like a food addiction. أول مرة أسمعه. والله أول مرة أسمع عنه. يمكن تختلف آراء الناس على هالمصطلح، لكن لاحظنا آثاره سلبية ويا الوقت اللي نسلط عليه الضوء. أتوقع لما ينتقدون الشخص على عاداته الغذائية. طبعاً التنمر الغذائي هو اللي الناس تنتقد الناس على طريقة الأكل، سواء شوكة أو قفشة أو عن طريق إيده. ففي ناس تتنمر، ليش تأكل بهالطريقة؟ مش من الأتيكيت إنك تأكل بهالطريقة بهالصورة هذه. بالأخير هي نعمة فضيلة من الله سبحانه وتعالى، وأصناف الطعام هو نعمة طبعاً، فبالتالي يجب أن نتقبل جميع أنواع الطعام ونأكل ما تشتهيه الأنفس. مساكم الله بالخير، حياكم الله في ليالي الكويت مرة ثانية. اليوم استضافتنا ترى كلها دكاترة. هاشتاغ ليالي _الكويت. أي سؤال عندكم
تقدرون تحطونه بتويتر وراح يجاوبون عليه الدكاتره ابتداء من الدكتور دان السالم، وبعدين راح يكون عندي مجموعه جميله من الدكاتره اللي راح يكونوا معانا ايضا في المسالك البوليه، في عمليات التجميل، وايضا في العظام. فاذا عندكم اي اسئله تابعوا معانا للكويت وخلكم ويانا. التنمر الغذائي شنو هو؟ التنمر الغذائي باختصار كثرة التعليقات على وزن، شكل، طريقة، نوعية أكل. للأسف هذا الشيء بدأ من سنين، يعني من يعني جيلي عانى منه، وجيلي اللي صاروا أمهات لليوم يعانون منه. أثره وايد كبير على الطفل، مو بس من ناحية الغذاء والصحة، من ناحية النفسية، من ناحية التركيز، من ناحية الشخصية، من ناحية أنه يصير فيه أمراض مثل الأنوركسيا، يعني يصير فيه أمراض ويصير فيه خوف من الأكل أو أنه يأكل من وراء أهله. شنو يعني تنمر غذائي؟ يعني مثلا قاعدين بزوارة، شفت طفل قاعد يأكل بشراهة، أو مثلا وزنه زايد وهو قاعد يأكل، إحنا نعلق عليه بسك أكل. يعني اخ طلال تخيل انت الحين مندمج اخ طلال هذه حق كابتن فوزي وخالد، رجاء نلتزم بالحدود الاقليميه. طلال بالمشاركه انت اللي سالت اخ، لا حقهم هذه حقهم رجاء. لا 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 انت اللي سالت ردت عليك. اوكي تفضلي. تخيل ان انت قاعد وقاعد تاكل وجبه مندمج ومستمتع فيها، وانا اقول لك انت من صدقك كذي قاعد تاكل بسك. هذه الكلمة ما تنقال، لا أم تقول حق ولدها، ولا أب، ولا يد، ولا يدة، ولا عم، ولا خالة، ما يصير. لو شنو يعني أنا ساعات أشوف شخص مثلا في سكر كبير بالسن ويايين إحنا نزوره في بيته ويكون في زوارة الحلويات كلها عالية بالسكر، زي إذا أنا خايفة عليه ما يجيب هالحلو، أدور نوع أفضل. شنو المضار طيب؟ لأن احنا نشوفها تصير مرات حتى باليمعات العائلية، واحدة تقول حق بنتها بس شكل، ولا تقول لها بسك. شنو المضار؟ اي شنو المضار؟ أقل مضار واسمعها وايد واشوفها، يعني اشوفها من ناس قراب مني، ينطرون الاهل ينامون يروحون المطبخ ياكلون من وراء اهلهم، يطلبون والاهل نايمين، وهذا مو يوع، هذا من الحره اللي فيهم. تكون الام خايفه من 3-4 كيلو بنتها او ولدها زايدها، خلال اشهر قليله تصير 5 ولا 10 ولا 20. ليش؟ لان احنا مو قاعد نتعامل معاه انه هو يعني فهمت. عندي سؤال من شو اسمه، وين السؤال اخوي سعود لو سمحت، من بنت الفيحة تقول راي دكتور نظام الكيتو والانظمه الحاديه مثل رجيم الفاكهه ورجيم الماي. ما ادري، مو مدرستي انا اعرف. لا ما ادري، ما انت تعرف رجيم الماي؟ انت تشرب ماي وايد؟ مو عن شيء، هذا نظام فرنسي. اقعد. نعم نعم قريت عنه انا. اخ فوزي؟ اي نعم. لا بس خلت خلص دكتوره راح اشرح على الجاي. قول لي شنو هذا اللي رجيم الماي اللي يصير مثلا لمده من يوم الى 3 أيام أو 4 أيام بس يشربون ماي او بس يشربون سوائل. الغرض منه انه هو يفقدون سعرات حراريه، بس هذه السعر يعني يفقدون وزن، بس هذا الوزن غالبا يكون ماي. وهذا ياثر اصلا على الميتابوليزم، على عمليه الهضم. في انظمه تكون ديتوكس لمده يوم بس تشرب سوائل، بس هذا ما يصير الانسان منه ومن كيفه يسويه. استشاره الدكتور، يشوف شنو الاشياء اللي يسويها، يعني لها ابعاد يعني ثانيه. مو زينه بلغه عامه. مو شيء انا من باكر اقول بروحي بسويه واسويه. والكيتو اللي مسات الكيتو في اشخاص يناسبهم. شنو هو الكيتو؟ لحم اللي يكون النظام تقريبا خالي من الكربوهيدرات، خالي من السكريات. بروتين لحم بيض، بروتينات لحم بيض. ودهون بس جبن. طيب هذا يرفع الكوليسترول بالجسم؟ قلت اي، بس هو يناسب مثلا، في دراسات اثبتت انه مثلا الله يكافينا الشر الاشخاص اللي فيهم صرع يناسبهم هالنظام. سبحان الله. فهم من هالشيء يعتمد على حاله الانسان الصحيه. والفاكهه، هي كاتبه الفاكهه. الفاكهه ما نعتبرها غذاء متكامل، ما نقدر نمشي عليها بس ناكل فاكهه. اوكي. مثلا راد من سفره ماكل فيها بروتينات عاليه، تبي جسمك ينظف نفسه تاكل لمده يوم فاكهه عادي. بس ان انا امشي عليها اشهر بس اكل فاكهه لا طبعا. زين دكتوره، موضوع التنمر، تنمر غذائي، يعني في ناس ممكن توصل فيهم مرحله ان يخافون من الاكل؟ طبعا، واطفال، اطفال صغار، اطفال اعرفهم، يعني تاثر على نفسيتهم وتركيزهم وياثر على ثقتهم بنفسهم. احنا شنو اخطر شيء ممكن يكون؟ ان احنا نربط قيمه الانسان بشكله. الطفل ما يستوعب لما انت تقول له شوف شكلك، شنو انت قاعد تمسه هو، فهو عباله انه هو قيمته بس بشكله وكم وزنه، واذا ضعف 2 أو 3 كيلو خلاص هذه الحياه، هو الصحه مو بالرقم،
الصحة بنشاطه بحيويته بنوعية الأكل ياكلها. فدور الأهل جدا كبير. لما أنا أشوف مثلا ولدي زايد مثلا فترة كورونا وايد أطفال زاد وزنهم صح؟ طبيعي تغير الروتين كله وقعدوا ببيتهم، فما يصير بهالفترة أقعد أعلق على وزنه. أحاول أنا كأم أو أنا كأبو أغير بنوعية الأكل، أسوي أنشطة حركية، أشارك عيالي بنادي. يعني إحنا كأهل دورنا أن إحنا نغير بدون ما أنا أعلق على وزن الطفل. في سؤال يقول متى يكون أكلي غير صحي أو وقته غلط؟ مدحتي كابتن فوزي على أوقاته مالت الأكل لما قال أنا أوقف الأكل مثلا في وقت معين. متى الأكل يكون غير صحي أو الوقت غلط؟ وقته غلط لما يكون مباشرة قبل النوم. قبل النوم؟ أي. ويحبنا حق السوالف هذا إحنا. لأن النوم. ما أكل. أي بالدواوين. أنا راح أروح أتعشى. لأن قبل النوم إحنا نجهز الجهاز الهضمي وكل أعضائنا هنا عندها شغل ثاني تسوي. فلما أنت تاكل وتنام قاعد تمنعها أنها تؤدي دورها وقت النوم. أنت تقوم من النوم شنو راسك عورك، تحس أن راسك ثقيل، تعبان، مرهق، مع أنك نايم 7 ساعات. بس لأن كليت ونايم. فالمعده قاعده تهضم الاكل بدل ما تشتغل شغلها الثاني. ممكن يكون تعود ايضا دكتوره، يعني مثل عن نفسي انا اكل يعني متاخر ساعات خاصه العشاء وجبه العشاء، واحب العيش للامانه. اذا ما اكل عيش الصبح بالليل ما اكل عيش بالصبح ما اصير زين. فما ادري يعني هل ممكن الجسم يتعود، مثل ما اشوف من بعض الاطفال او بعض الناس تعود على مطعم معين حتى لو نجيب له من مطعم ثاني نفس الاكله ما ياكلها، فهل ممكن الجسم يتعود اني اكل عوده بالليل ياكل مثلا كعاده؟ يعني ممكن تعوده طبعا وهو يتاقلم مع هالشيء، بس هو كصحيا يعني مثلا مثل الناس اللي يشربون قهوه وينامون. يقول لك انا القهوه ما تاثر فيني، بس هي تاثر فيك. انت حتى لو نمت بس انت مو نايم النومه 100% مريحه لاعضائك كلها قاعد تشتغل، امورك طيبه، الكافيين للحين موجود. السؤال الاخير مثل ما تفضل اخ فوزي. هلا اخوي طلال. في عرفت الحين الاخ وين تطلع. اوكي. العيش دائما مظلوم عندنا دائما، يعني انا واحد من الناس كاني في الدامج انا ما اكل عيش. ليش؟ كم مره بالاسبوع كله عند يعني اعتقادي ان العيش يمتن. اي فعشان شيء اقول لك العيش دائما مظلوم عندنا، فشنو ردك على هذا؟ للاسف العيش يعني مظلوم بس مو بالطريقه الصح. يعني العيش هو عباره عن شنو؟ عن حبوب. شفت الحين هبة الجلوتين فري، شيء خالي من الجلوتين، تدري ان العيش ما فيه جلوتين؟ صحيح. فانت تاكل عيش ولا تاكل خبزه فيها جلوتين؟ عيش. عيش. شنو المصنع اكثر، العيش ولا الخبز؟ خبز. فالعيش ما فيه مشكله، بس شنو؟ لانه هو اذا كان عيش ابيض هو تقريبا قيمته الغذائيه مو عاليه. فاحنا نسميهم ساعات هذا الاكل امتي كالوريز. يعني امتي كالوريز يعني قيمته الغذائيه قليله بس سعراته عاليه، فعشان تعوض تحط معه مصدر فيه دهون عاليه، فيه بروتين عالي. بالعكس العيش احنا يعني دكتوره شرق اسيا والصين واليابان دق عيوش من الصبح لليل يتحركون وايد ما شاء الله. يتحركون حركه يلا حركه. اوكي. على التنمر بس اخوي طلال. هلا اخ فوزي. عن التنمر ايش ذكرت عن التنمر؟ من يقول اخي يعطيه يتكلم وايد تنمر علي طلال اليوم. كان في الساوي يعني سالفه التنمر، يعني حتى بالبيت الاولي قال يا معود ايش فيك؟ كأنك بطن شنه تاكل كل شيء. هذه الكلمات للحين ما نسوها تدري؟ يعني الله اي يعني اوكي شنو اللي حبيته اوصله؟ سالفه التنمر هذه جديده. يعني الواحد حتى اول امثالنا يعني تركب عليه بس ما كنا اصلا تنمر بس ما كان يتاثرون قبل. قصدي ليش صار التاثر عندنا هذا بالنسبه للطفل؟ يعني انه بس تاكل شمتنك بس تعور 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 الكلمه يعني قاعد اقول يقولوا له انت كنك بطن كنا ما عورته ماكو شيء ورجال يفتهم ويعرف هذا يعني صغير. بالمقابل يعني هل تشوفين انه عدم التغذيه في المدارس لا تاثير على اولادنا او أطفال؟ طبعا تغذيه المدارس استضيفوني ان شاء الله بحلقه ثانيه، لانه يعني اذا فتحت المجال ما راح اسكت. ان شاء الله من الاشياء اللي ودي هذا الاهم. هذا الاهم. اكيد ان شاء الله. اشكره وايد يعطيك العافيه. استضافه ثانيه عندنا عشان نتكلم عن تغذيه المدارس، هذا شيء جدا مهم. الله يوفقك ان شاء الله. خليكم معنا، راح يكون معنا ضيوفنا الان دكتور
فيصل الحاجري اي مالك بس قلت دكتور فيصل فيصل الحاجري قمت تضحك الله يعين لما يجينا علي شلون احب تشوف لابس قطره وعقال قطره وعقال متعجب وينك ملك اليوم عندك قطره وعقال وياي كل الدكاتره كلهم بنطلونات ليش اثنين بنطلونات عبد العزيز الشيد والدكتور حسام اي ولابس قطره وعقال شعبي دكتور شعبي يقول عبالي بتسوي لي بصمه بايومتريه دكتور شعبي حطوا الاسئله دكتور فيصل الهاجر طبعا مسالك بوليه شنو اسئلتكم دكتور عبد العزيز رشيد في التجميل دكتور حسام طبعا في العظام شنو اسئلتكم هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت راح تعرفون المهمه الصعبه اللي كانوا فيها ورجعوا كجزء من فريق شفاء خلكم معنا اليوم في ليالي الكويت الدكتور فيصل الهاجري استشاري مسالك بولية الدكتور عبد العزيز الرشيد استشاري جراحة حروق وتجميل وترميم الدكتور حسام بشير استشاري جراحة العظام واليد هناك أعمال فنية يصعب نسيانها أعمال للحينها باقية في ذكرياتنا العنف مرفوض خلنا نتحاور وبالحوار نوصل نتيجة يا سجران اسمع يا رسكافي إذا بتسلم على نفسك وتسلم على زوجتك قول لنا وين أختام حازت على إعجاب كل من شافها لأنها قدمت بعفوية ومصداقية رغم أدواتها البسيطة نسيت إني أنا الحين حاكم مدينة الرياح ومن اللحظة هذه لازم يبدأ الانتخاب بنتكلم عن أعمالنا التراثية وشلون سر تميزها ونجاحها مع الفنانين أحمد السلمان وسمير القلاف والمخرج غافل فاضل والكاتب والناقد الفني بدر محارب في ليلة أطلقنا عليها ليلة الدراما التراثية غدا في ليالي الكويت أن الأسرة تمثل في المجتمع الخلية داخل الجسم وراح نتكلم عن هالموضوع بحلقتنا عن الأسرة مع متخصصين في المجال الاجتماعي والتربوي والأسري والنفسي نبيكم تتفاعلون معنا وقتها عبر تويتر بهاشتاغ ليالي الكويت اللي يتفعل ببداية الحلقة الساعة 10 تابعونا الخميس في ليالي الكويت وإحنا وياكم بليالي دخلنا فيها كل بيت وفيها كل ما يدور من أخبار وكل ما نسمعه في الكويت بنحاور شخصيات منكم وفيكم بنسولف وياهم وناخذ آخر أخبارهم ونوصل لكم كل رسائل حواراتنا في كل المجالات من وزارة الإعلام تحديداً من استديو 800 لمتابعينا في شاشة كل بيت سهرتنا دائماً تحلى في ليالي الكويت أربعة عشر عملية جراحية مستعجلة بالجنوب التركي للمصابين بأيدي طاقم طبي مختص من جراحين بتخصصات العظام والقدم واليد والأعصاب جهود فريق شفاء الإنساني ودوره في إجراء العمليات الجراحية للمصابين نوعية العمليات الجراحية ونسب نجاحها الصعوبات اللي واجهت الفريق ورسالة فريق شفاء الإنساني مع الدكتور فيصل الهاجري استشاري مسالك بولية والدكتور عبد العزيز الرشيد
استشاري جراحة حروق وتجميل وترميم، والدكتور حسام بشير استشاري جراحة العظام واليد. الحين في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير. قاعد يهمك شوية، قاعد يهمك تويني بدل مكان. الله بالخير، شلونكم يا جماعة؟ والله تونا توم داش الاستديو، دكتور حسام يقول والله خوش استديو، يقول فيصل يقول له تشتري يعطوني كابتن وياه، ياخذ كابتن وياه بلاش. زين، مساكم الله بالخير. خيرة الدكاترة وجزاكم الله خير. أول شيء يعني إن رايحين في هذه الرحلة اللي رحلة مع مجموعة شفاء، ورحتوا تركيا وسويتوا عمليات جراحية، جزاكم الله ألف خير. دكتور عبد العزيز مساك الله بالخير، شلونك؟ الله بالنور. هذا منو؟ الدكتور فيصل بالمساعة بالبدلة غير غير إيه. تقول ممثل إيطالي. والله دكتور فيصل. فيصل كابوني. فيصل كابوني. دكتور فيصل شلونك؟ خير الحمد لله. حياك الله دكتور حسام، الساعة المباركة. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أبي أول شيء يعني شوف، الهواء مفتوح، إحنا أخذنا الهواء مع سعود الرمح للساعة 3 الفجر. زين حلو. زين، عيادات الصبح يسكر. نأجل العمليات. نأجل العمليات باكر. نأجل العمليات. نأجلها. العمليات كل الصبح. القعدة معاكم غالية طبعاً. إي بس إذا أجلت عملياتك باكر 250,000. لا أجل. وكسور. وكسور؟ مو بس تجميل. ها؟ مو بس تجميل. شلون عين؟ حتى الحكي. إيه شوف، حتى الحكي غيره منمق، الحكي في جمال صح. انا بفتح المجال وياكم كلكم مع بعض، يعني جزاكم الله خير. كم عمليه تجميل، عمليه تجميل، كم عمليه سويتوها هناك؟ انت قاعد جاي تنظر الريال؟ لا والله ما الريال، حروق وترميم بعد. اول شيء الفريق نفسه اساس فريق شفاء، يعني تاسس من 2013. نعم. فكره فريق شفاء تختلف عن باقي الفرق، يعني اكثر الفرق تلاقيه فريق طبي او فريق اغاثه. شفاء فيها الاثنين، يعني فيها اطباء في غير الاطباء، اغاثه، نعم، قوافل طبيه، قوافل غذائيه، تدفئه، امور وايده، بالاضافه الى تخصصات، يعني على حسب شو محتاجين محتاج المكان. يعني دكتور حسام ما شاء الله عليه هو اختصاصي جراحه يد، عظام يد، واجرى عمليات وايده هناك في الحدود السوريه التركيه. دكتور عبد العزيز بلاستيك تجميل، وهم حروق ايضا، حروقي حالات كثيره. دكتور فيصل مسالك دوليه ومو مقصر. كفو عليك والله، كفو عليك. ما بيتكلم لا دش ويانا بالمود. اي تمام احسن. بس دكتور فيصل مرضاه كلهم فوق ال50. لا لا عنده صغار. لا 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 انا ارضي كل الاعمار. لا لا انا اقول له دكتور عبد العزيز كنا برا قاعد نسولف، زين كان نقول له طالع ايش يقول عنك، كان يقول مصيبه راح استعين فيه في يوم من الايام. ما اقدر اقول له شيء، اخر واحد اشوف صار اخاف منه. ما تشوف ما تشوف الدنيا بس راسي مستحيل. فيصل ما شفت تليفونه؟ لا. زين سؤالي، يعني ما شاء الله عليكم توكم حتى رايحين تركيا ورايحين الحدود السورية، أعطوني وصف عام حق الناس عن الصعوبات دكتور حسام يا ريت. هيا شوف، أتكلم لك على آخر رحلة اللي رحنا فيها واللي قبلها يعني هي الفريق مثل ما قال لك، هو في ناس مرة هذه تسافر نظرا لظروف، في ناس سفرة اللي وراها، فكل الفريق مع بعض إحنا، وفريق جميل يعني مثل ما تفضل دكتور فيصل، يعني في أطباء معانا، ناس مو هم أطباء لكن هم الأساس الفريق، إداريين وناس يوكلوننا وناس يشربوننا وناس يسوقون فينا وناس يوزعون معونات، ففريق ما شاء الله يعني متكامل.
أتكلم لك على السفرة الأخيرة، كان بالسفرة مجموعة أطباء. وين رحتوا دكتور؟ في تركيا، على الحدود التركية مع سوريا يعني. نعم. حوالي 20 كيلو. اللي هي هذه قاعد نشوفها الآن بالتلفزيون، هذه رحلتكم الأخيرة. أي نعم. لا هذه أيام الزلزال. هذه أيام الزلزال. أي أوكي طيب. يعني لما طلعنا في سفرة الزلزال كانت المجموعة هذا اللي أقول لك عليها يعني، كان فريق شامل كان. أي نعم. هذه الصور لما كانوا يوزعون معونات. فهذه لما دخلوا على بيوت، وهذا اللي ابو خالد حتى اي ف يعني هذه كانت اول اسبوع يمكن ورا الزلزال. بعد الزلزال رابع يوم ورا الزلزال. هذه كان فيها الفريق الطبي كان في المستشفى، وكان في الفريق يوزعون الاغاثه، وفي فريق يوزعون فلوس على الفقراء على المحتاجين. العمليات دكتور حسام متى تبدي؟ يعني انتم الحين كم يوم رحتوا هالرحله هاي؟ السفره اللي ورا هذه السفره اللي هي كانت الاسبوع اللي طاف سوينا حوالي 14، بس احنا عاده نشوف الرقم، انا اقول هذا يظلم الاطباء وما يعطينا حقنا صراحه، لان في نوعيه يعني مثلا يعني ثالث اخر يوم في غرفه مثلا يشتغلوا ابتدوا من الساعه 9، كان ويانا طبيب بريطاني كان ويانا يسوي على الالتهابات والتعفن الجروح والكسور. نعم. وكذا شعيب اذا ماني غلطان اسمه عامر شعيب. نعم. هو اصلا باكستاني. نعم. من جيل الثالث، فهو ياكم من بريطانيا. يا من بريطانيا هو اصلا يجي سفرات عديده. فهذه صادفت انه كان ويانا يعني. من احد اللي كانوا ويانا. ف يعني ابتدينا شغل في غرفتهم من الساعه 9 الى الساعه 9 بالليل. سوى ثلاث حالات. يعني بعدها فما تقول والله بس ثلاث حالات سويته لأن في أنا بس عقب في عمليات تأخذ مثلا ممكن عملية واحدة تأخذ منك 4-5 ساعات. صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال الحين عبد العزيز ممكن لأن الحروق عندهم أنواع تكنيك والعمليات، في عمليات ممكن تأخذ منها نص ساعة ثلث ساعة، وفي ممكن تأخذ منها ساعة. مثلا عمليات هني الدكتور حسام يسويها في اليد دقيقه. انا كم مره ادش عليه بالعمليات اطالعه وهو قاعد يشتغل اوكي، بس ما راح اغير تخصصي يعني، انا مستانس على تخصصي. تلاقي قاعد وماسك الايد وقاعد شغال يمكن ساعتين. ممله؟ اي لا مو ممله، لا بالعكس يعني شغل بس برد كل شيء مكان عظام شغال في مكان معين. انا اشتغل مثلا عمليات اللي هي ضيق مجرى البول عند المصابين، مثلا جرح قطع مجرى البول فاخذ له رقعه بالحلج واركب له تحت، ممكن تاخذ من العمليه 3-5 ساعات. نعم. فاذا خلصت انت 3 عمليات في اليوم او عمليتين في اليوم تمام، هذا انجاز. اي طبعا. دكتور عبد العزيز شنو المصاعب اللي شفتها هناك؟ شوف احنا يمكن اكثر من 22 رحله اجمالي رحلاتنا الاغاثيه والعلاجيه، لكن رحله الشفاء الاخيره اللي تحديدا 4 ايام بعد الزلزال بعد مساعده وزاره الدفاع وتسخير لنا كل جهود ان نكون اول الخطوط لعلاج المصابين والجرحى، اللي شفناه هناك ابو مشاري شيء لا يوصف، يعني ما اعتقد اني اقدر اوصفها في حلقه ولا حلقتين، يعني مشاعر الخسارات ومشاعر الاصابات ومشاعر الفقدان يعني تختلف عن كل رحلات. احنا قبل نروح نعالج مصاب مريض عنده اصابه وعنده مرض، اليوم لما رحنا الرحله الاخيره احنا قاعد نعالج انسان يعاني من اصابه، وانسان فقد بيته فقد اسرته، نعالج جريح ما يدري وين عياله تحت الانقاض. فكان الامر جدا جدا ماساوي لنا احنا كاطباء، يعني عانينا الكثير في فتره الخمسة ايام اللي كنا فيها هناك، شيء لا يوصف والله. تجهيزات الطبيه شلون دكتور فيصل؟ التجهيزات الطبيه هناك ترى اكثرنا يمكن انا تاخذون معاكم الاغراض؟ ناخذ معنا اغراضنا. انا اخذ معي تاخذون اغراضكم؟ نعم نعم ناخذ عدتنا ويانا وعدتي معي في كل رحلاتي. بس العدد هذه فلوس يبيلها لا في يعني بيت الزكاه يعني مثلا شوف بيت الزكاه يوفر شغلات، بس في انت عندك عدتك الجراحيه اللي تستخدمها مثلا. نعم. انا عندي عده معينه انا شاريها من ايام بلشت اشتغل رقعت مجرى البول، هذه قاعد تسافر معي بكل مكان. نعم. حتى مرات وصلت الكويت قبلي طيارات، توصل بطيارة ثانية. تعقيم دكتور إذا في تعقيم يعني التعقيم هو الأساس في العملية، تاخذهم وياك وهناك يعقمون لك إياهم. الوضع هل يساعد هناك على التعقيم؟ حاليا الوضع هناك مثل ما قال دكتور حسام، إنه
مو كل شيء نعم. موجود يعني المستشفى لما اشتغلوا فيها كانت قلت لي مقضضه في اي صح مع الزلزال ابتدت تحصل تشققات وكذا لكنها يعني ممكن تشتغل اوبريشن مثلا مثل ما قلت انا بستغل وقت وجودكم الغالي معي على الهواء علشان اشوف ايضا اسئله الناس اللي عنده سؤال هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت ليالي اندرسكور الكويت ويحط السؤال عند دكتور عبد العزيز طبعا في الحروق والتجميل دكتور فيصل الهاجري طبعا مسالك البوليه دكتور حسام طبعا فيما يخص العظام اول سؤال يعني طبعا وبنكمل سؤال في تركيا والسؤال في الشفاء واحنا نسولف مع اسئله الناس يقول والدتي تعاني من الالم المستمر في مفصل الابهام بعد الاشعه قالوا لها المفصل متحرك من مكانه هل تحتاج عمليه وعلاج طبيعي يكفي ويعتمد اذا كان اذا كبيره مثلا و يعني غالبا مو اذا يعني متحرك يعني هل هو كسر ولا هل هو خشونه غالبا والدته وكسر والمفصل متحرك من مكانه اتوقع انه راح يكون في مفصل قاعده الابهام بنسميه فغالبا ممكن إن ما تحتاج إلى شيء إلا إذا كانت الألام عاد مستمرة وطويلة ممكن إن تجرى عمليات في الآخر بس في علاج متدرج يعني بس صعب إن أفتي لك شيء لازم طبعاً تنفحص عزيز ممكن تعطيني شوية لوجيستكس يعني متى طرتم الكويت ومتى وصلتوا الفندق وين قعدتوا يعني هذه شغلات إحنا ما نشوفها إحنا فجأة بس نشوفكم بالفيديوهات لكن ما نعرف في صعوبات كثيرة تواجهونها حتى بالتنقل إحنا عندنا جروب متكون من يمكن 80 شخص جروب واتساب يوم الزلزال تخيل يعني أنا آخر يمكن رسالة بيننا وبين بعض نبارك عق بعض بعيد رمضان يعني بعيد الفطر فجأة كلنا بيوم ثاني يوم الزلزال كلنا بنفس الوقت نبي نسافر ونبي نروح ونبي نذهب إلى علاج المصابين وما قصروا إدارة الفريق نسقوا مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ما قصروا بخدماتهم صراحة مع بيت الزكاة رعوا لنا ان اعطونا الفرصه ان نكون في هذا الرحله سافرنا رابع يوم الزلزال عن طريق طيران الدفاع وزاره الدفاع وكانت الرحله جدا يعني سلسه مجهزين لنا مكان خاص كنا تقريبا عددنا يمكن 22 شخص 22 من اطباء ويعني الخدمات اللوجستيه كلها كانت متوفره في الفتره هذه بس المكان اللي عد اي لا انا بي انت جميل اي ابي 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 لوجيستكس طلعنا هالوقت وصلنا هالوقت الفندق هالوقت يعني إيه تقدر تتكلم يعني عن الرحله الاخيره بعد ها يسولف في واحد تركي إيه من المنطقه هذه إيه يقول تقريبا 12 يوم هو وزوجته وعياله وهم من اخوه وزوجته وعياله تقريبا 8 او 10 اشخاص 12 يوم نايمين بالسياره لا اله الا الله ماكو مكان الفنادق الفندق اللي كنا نسكن فيه قبل تدمر عن بكرة تبي دكتور انت ما في فرق انا ودي اقول قصه يعني من على طار المأساة اللي احنا تكلمنا عنها احد اول العمليات اللي اجريتها انا مع دكتور حسام كانت لسيده ايدها كانت معرضه للبتر وشفناها بالصدفه يعني احنا بنبدل المرضى احنا عالجنا جرحى كانوا توهم فرش يعني صار لهم زلزال وتوهم داشين المستشفى لكن هذه صار لها يومين في المستشفى وإيدها مايلة إلى البتر خلاص يعني نعم. كانوا مقررين الفريق العلاجي في المستشفى إنه راح يبترون إيدها فمريناها أنا ودكتور حسام وقلنا لا ما تنبتر إيدها نسوي لها عملية والحمد لله قدرنا نسوي لها عملية ثاني يوم وفعلا إيدها نجت لما رحنا نقول لها الحمد لله على سلامتك ونبشرها بخبر إن إيدك أنقذناها يعني من البتر ما في ابتسامة ما في ردة فعل استغربنا حقيقة لما تبشر واحد ان انت ما فقدت ايدك يعني بالاخير بتقول لك شكرا جزاك الله خير يعني صدمت من ردة فعلها امانة فلما سألت قالت لي زين انا رديت لي ايدي بس بترد لي زوجي بترد لي ثلاثة من بناتي بترد لي ولدي اللي فقدته على ايدي فكانت هذه الصدمات اللي عشناها اثناء وجودنا في غرفة العمليات ومع المرضى اللي سوينا لهم العمليات بروح حق أسئلة الناس دكتور حسام يقول لك هل أمراض العظام لها علاقة بالأمراض المناعية اللي هو يقول لك يعني في خلل في العظام خلل في المناعة مدى صحة هالمقولة أول مرة أسمع هذه المقولة بس طبعا أمراض المناعة لها ممكن تأثر على العظام بس إنما بأشياء بسيطة يعني بس ممكن تأثر على المفاصل أكثر طبعا مثل الروماتويد والأشياء هذه طبعا لها تأثير طبعا دكتور فيصل شنو الموقف اللي أثر فيك في الرحلات هذه مالت العلاج يعني خصوصا آخر رحلة متى كانت آخر رحلة توكم
رحلته كان اسبوع سابقه ما يخالف حتى لو رحلات سابقه. شوف انا عندي مريض كان شاب صغير تقريبا عمره 23 24 سنه، هذا التقيت فيه في رحله وسويت العمليه انه كان عنده قطع بمجرى البول بسبب من اثار الحرب في داخل سوريا، وكل عملية خلصتها وسويتها وبعدين رحت رديت الكويت وبعد 6 شهور رديت مرة ثانية، فهذا جايني كان أول ما دش عليه كان يحضني سالفة، أنا أصلا ناسي اللي مسوي العملية. إيه تذكرك. إيه كان ولا كان معنا كان معي أحمد دهيشي حزت واقف أبو خالد. إيه شو أقول حق دهيشي؟ شو أقول له؟ أنا سنة ما قدرت أدش الحمام، الحين قمت أدش الحمام وأنا مستأنس. الحمد لله. ترى ما دام ذكرت طبعا اخونا احمد دهيشي جزاه الله خير، ابو خالد هو اللي تواصل معاي ودائما بلغني في رحلاتكم جزاه الله خير، تحياتي لك طبعا سعاده القاضي. روحاتكم هذه طبعا مجموعه من الدكاتره مثل الدكتور حسام العظام الدكتور عبد العزيز بالنسبه للعروق وحضرتك مسالك بوليه في عيون مثلا وفي وشلون تجهيزات هناك تحصلون تجهيزات ولا يعني العمل مثل المستشفى الميداني خلينا نقول مثل خيمه مثلا؟ او انا ودكتور حسام كنت اشتغلنا في مستشفى الامل تذكر اللي هي الكيربي، هذه كانت كيربي. مستشفى مسوينها على حدود سوريا التركيه. قطر كان مسوينها الاخوان من قطر الخيريه. نعم كانت عباره عن مستشفى يديرونها السوريين، كان في تواصل مثلا يدقون مثلا يكلمون دكتور حسام يكلموني او يكلمون عبد العزيز، احنا والله محتاجين الدكتور الفلاني محتاجين الدكتور الفلاني عندنا حالات كذي عندنا حالات كذي، بناء على الحالات اللي موجوده نوفر الدكاتره. بناء على الحالات يعني تواصل مع الدكاتره، يا فلان احنا عندنا رحله كذي ودك تجي معنا يا فلان، بس طبعا احنا دائما نقول حق ربعنا ترى يا جماعه احنا رحلاتنا احنا ندفعها او تحملون تكاليفها كل شيء من اي تو زد. نعم ندفع تذكرتنا إقامة تذكرة اكلك شربك اقامتك كل شيء عليك عليكم انتم علينا جزاكم الله خير ماجورين ان شاء الله ماجورين. دكتور فيصل يسلم عليك اول شيء سعود العدواني الله يسلمه زين، وسؤال يمكن ايش في اخترع كذا ما ادري لا لا عنده شغله راح يذكره في طالبه فلوس لا لا رفيجه انا طالب فلوس بس ما انت طالب فلوس طالبه اي يعني السؤال لكم انا السؤال لكم كلكم يعني من يومين لحظه الاستشاره مالت يومين من يومين اي بعد قلبي صدق داق عليه الريال وهو تو الحين بدش العمليات والله والله يا جماعه والله الريال هذا يثلج الصدر والله دق يعني شلون يثلج الصدر يعني تجيب ثلج وتحطه غالب ثلج يعني تحطه داخل صدرك ثلج تحطه على صدرك ماي بارد شربته بعده صدق ودي التفت عليك بس خاف الكريستاله تهتز بعد والله يا جماعه والله يعني تحليل واعتفست فوق تحت بالتحليل الموجود اكلم الاخ اللي مسوي لي تحليل يقول لي اسال الدكتور بتاعك ياه كان ادق على فيصل قال ايش فيك عسى ما شرقت تكفى شوف هالتحليل شنو فيني شيء انا فيني عله قال لي انا بغرفه العمليات الحين جاهز ايش اسمه بسرعه دز لي اياه جزاه الله خير والله ورد ترى من الصعب يا جماعه ان تلقون بعض الدكاتره فعلا يكون يعني علاقتك معه اخويه اكثر ما هي تجاريه طبعا تجاريه لا هي علاقه انسانيه اي لا بس بالفواتير لا يعني فيصل ما خلاني انا ما خلاني انا عارف فصراحه قبل لا تسال سؤالك انا بس بوجه الناس انه يعني عندنا 3 دكاتره يعني من اجمل الموجودين عندنا ما شاء الله دكتور فيصل الهاجري مسالك بوليه دكتور عبد العزيز الرشيد في يعني الحروق والعمليات التجميليه دكتور حسام في عمليات العظام واليد اي اسئله عندكم بس هاشتاج ليالي اندرسكول الكويت وحطوها وراح نعرضها ونسالكم عنها. في خوش سؤال عجبني خوش سؤال عجبني عليك وينه لا لا اللي هنا هذا علاج ديسك للرقبه؟ لا الثاني هذا ممكن جواب سريع بس في جاوبني على هذا اول جاوبني على هذا اول علاج ديسك الرقبه في البدايات طبعا علاج طبيعي وتمارين ومسكنات اي بعدين ممكن نعطي ابر في العمود الفقري مثل كورتيزون ما كورتيزون وبعدين في ممكن توصل الى عمليات والعمليات الحين صارت سهله جدا الشباب يسوونها اللي عجبك السؤال يقول عن عمليات المتابعه اللي شفتها ايوه هو هذا السؤال تفضل الحين هذا السؤال سالت سالوني وايد عليه طب انتم تسافرون طب شو يصير بمرضاكم هي الفكره ان مثل ما قال الدكتور فيصل ان في البدايه احنا يتواصل معنا اطباء من اي مكان نروحه نبي كذا وكذا فهذيل الأطباء هم يتابعون فيما بعد وبعدين يطرشوا لنا رسائل يعني أنا
كنا في سفرة من لبنان، كان حتى الفريق للأسف مو طبي، المنظم يعني الفريق المنظم، فيمكن خلال أسبوع مرتين أو ثلاث مرات يطرشوا لي رسائل مع صور. الحين صارت مع على الواتساب يطرش لك صور ومش عارف ايش، المريض صورته كذا وقاعد يحرك كذا، فايش رايك شو نسوي له وكذا، وتعطيهم الافادات. نعم. فللاسف في بعض الاماكن مثلا انه ما يقدر المريض يدفع حق طبيب، فتصير هذه الحين صارت استشارات على قولتك على التليفون، فصارت استشارات لان تسوي العمليه خلاص كانك تزوجته يعني الا شويه يعني، فصار هذا مسؤوليتك ليه ما يخلص يعني. فتصير المتابعة على بالتليفون أو الأطباء اللي كانوا ويانا هم اللي يتابعون ويعطونا الخبر. دكتور عبد العزيز، جراحات التجميل وايد أبو مشاري، بس أنا مستغرب ما في أسئلة على التجميل، ترى الحين ممنوع التجميل. صدق لا لا تدري ليش؟ فأسئلة وخذ راحتكم. لا لا لأنك مو قاعد تسولف، لو تسولف شوي لا احنا أعطيني خلص بس سالفة، بس يمكن خايفين مانعين التجميل الحين وكذا. لا مال عدواني سعود قال لك سؤال يقول لك ان شلون تنسقون يعني، شلون تعرفوا ان هذا يدخل عندكم عمليه هذا لا، ترتيبات مالت الدور الناس شلون تسجل، شلون يجيكم بالاماكن هذه اول يوم؟ احنا طبعا قبلها نبلغ اللي هناك، يصير عندهم في عندهم مثل روابط الفيسبوك، ما فيسبوك يحطون اعلان انه والله راح يجي دكتور حسام، دكتور فلان، دكتور فلان، تخصصات كذي، فريق جاي يعني. فريق جاي هاي تخصصاته. فاول يوم لنا وصول بعد ما نحط اغراضنا كل شيء، عندنا يوم عياده نشوف المرضى كلهم. عاد انت واللي يجيك 50 مريض 60 مريض، اللي يطلع منهم يحتاج عمليه هذا قاعد فلترت ودي حق العمليات. حلو. تقدر تسويها على المره هذه او المره اللي وراها على حسب الامكانيات اللي عندك. وفي ناس ممكن علاج بس اي ما هي حسب الاولويات يعني، هذا بحاجه عمليه طارئه، هذا ممكن ينطر، هذا حبوب كذا. بروح حق عبد العزيز مساء، قاعد تقول ماكو اسئله عن التجميل، لو تنطلق ويانا تتيك الاسئله. بس انا سؤالي، عمليات تجميل كثرت في الكويت، انت الان يعني جزء من عمليات التجميل اللي عندك شنو يعني، قص وشغلات؟ شوف اول شيء لان هذا اللي قال لي عبد العزيز ترى، ها صح قال لي انا اذا شو اسمه عنده بروح له. بادي ذبد يعني، اليوم لما نتكلم عن عمليات التجميل، ترى عمليات التجميل الحقيقيه هي رحلاتنا، شلون احنا نروح هناك، ما في احد يبي يكبر ولا يصغر ولا يقص، احنا هناك العمليه عمليات ناس محتاجه، شغلنا لما درسنا الطب وتخصصنا تخصصنا لعلاج الحروق والتشوهات والمصابين، هذا الاساس. الان اللي موجود بالكويت احنا نتعامل مع عمليات السمنه المفرطه، عمليات اللي كان عندهم سمنه وترهلوا، هذول مش عمليات تجميل، يسمى تحت بند جراح التجميل، يعني اللي يقوم بهم العمليه جراح تجميل، لكن هي مش عمليه تجميل. هذا الشخص يعاني من ترهلات بجسمه، صح، سببت عفن جلدي، سببت عدم تماثل بالجسم، كثير من اخوان الرجال عندهم الجسم الانثوي بسبب الصدر المترهل الشديد، ايضا خواتنا البنات الجسم الذكوري، فبالتالي جراح التجميل مش بمعنى التجميل اللي للاسف يروج له، التجميل هو علاجي طبي بحت يعني، بالاخير عملياتنا فعلا للناس المحتاجه. قلت لي عن سالفه عفن شويه اخترعت انا، شنو هذه؟ شلون؟ شوف انا اجري تقريبا ما بين عمليتين الى ثلاث عمليات في اليوم على مدار السنه، طبعا غير الاجازات. هو قاعد يضحك كذا ليش كابتن؟ لانه يدري فيني بمسك الكالكوليتر وما احسب ترى عليه. النسبه اللي انا شفتها لا تقل عن 20% من يعاني من ترهلات البطن. ترهلات البطن؟ منطقه البطن. اي. للسيدات اللي عندهم ولادات متكرره، للناس اللي كانوا سمان وضعفوا، للناس اللي سووا عمليات تكميم وترهلوا او سووا عمليات سمنه مفرطه، 25% يعانون من عفن جلدي. شنو عفن جلدي؟ يصير احمرار بمنطقه الجلد بسبب المنطقه والتعرق الزايد في المنطقه المترهله، لما تكون مجفوسه قصدك؟ نعم، مجفوسه، ترهل نفسه الجلد لما ينطوي على بعضه ويتشفس يصير في عفن جلدي، يعني مشاكل كثيرة جسدية لهذا الإنسان. فاليوم شنو علاجها؟ مش كريمات، مش علاجها فقط تنظيف أو كريمات أو مضادات حيوية، علاجها علاج المشكلة، ليش صار عنده العفن الجلدي هذا؟ العفن الجلدي بسبب الجلد اللي متصفط على بعض، هذا وظيفة جراح التجميل إنه يشيل هذا الجلد. طيب بعد ما تشيل الجلد هي قص؟ يس. ايش كثر عملية التئام الجرح يعني، ايش كثر تاخذ لها؟ هو طبعا الماكسيموم 21 يوم.
احنا نقول دائما لكل مريض انت من تدش العملية اليوم عندك 21 يوم حتى تكون يكون جرحك يعني ملتئم بنسبة 100% ان شاء الله. مؤلمة؟ هي الألم محتمل يعني يتعايش معه، ما في ألم شديد، مجرد القعدة والجلسة الطبيعية يعني تهدي نفسك أول 21 يوم بإذن الله ما في أي مشاكل. كم الوقت يأخذ العملية حق النوع هذا؟ أنا أتكلم على أنا أجري أكثر من منطقة يعني في وقت واحد. أتكلم الماكسيموم أنا لا أتعدى 3 ساعات ونص 4 ساعات غرفة العمليات للمريض الواحد. المريض الواحد يحتاج له يعني ماكسيموم يوم إلى يومين، يعني أقصى حد يقعد بالمستشفى يومين ويطلع من المستشفى ويفتك من ترهلاته، يعني من الصفطات ولا المشاكل اللي يعاني منها بدون ترهل. وبعدين شنو تنصحه بعد العملية؟ شنو تنصحهم عادة؟ أنه ما يرجع يسمن. ما يرجع للسبب اللي خلاه اليوم حبيس الترهلات، يعني ما يلجأ إلى أشياء خطأ، يمارس الرياضة، يمارس التغذية السليمة، يبتعد. يعني بالأخير جراحة التجميل ما هو صك للأبد، يعني أنت لازم تهتم بنفسك عشان ما ترجع حق الخطأ اللي أدى إلى هذه السمنة. والحروق شنو أفضل طريقة لعلاج الحروق لما يجونك ناس فيهم حروق والأشياء؟ النوعين عندنا. أي. عندنا نوعين، عندنا الحرق المزمن والحرق الحاد. الحرق الحاد اللي هو يحتاج علاج دخول المستشفى، يعني إصابة لازم يروح طبيب، طبعا إذا نسبة الحروق تعدت نسبة معينة ممكن يحتاج دخول في المستشفى. لكن إذا الحرق صار له من فترة وصار في تشوه للحرق، هنا يجي واجبنا احنا لتحسين أثر الحرق وتحسين الندبات الجراحية. شو تسوي؟ حسب المنطقة. يعني هل سمعت ان في يعني تشيلون من الجلد مثلا؟ في اكثر من علاج، اذا بمنطقة نقدر نشيل الحرق ونسكره نقدر نشيلها، او في اجهزة الليزر، في تقشير، في علاج بالدهون الذاتية، نسحب دهون، نشفط الدهون ونحقنها تحت منطقة الحرق بطريقة معينة يحسن من شكل الندبة الجراحية. لما واحد يحترق عبد العزيز، لما واحد يحترق شنو الإجراء الأول اللي يسويه قبل لا يجونك؟ أهم شيء لا يستخدم كاتشب ومعجون أسنان. بقول لك أنا هذا الطرق الصغير. معجون الأسنان والكاتشب. الحروق اللي قاعدة تصير في البيوت دكتور، سواء كان من دهن حار أو من نار. حلو. علاج واحد. لا تفكر بغيره، لا ثاني له. تروح تحت الماء الفاتر. درجة الحرارة 21. ماء فاتر يعني الماء الدافي. وتحط إيدك أو أي مكان محترق لمدة 20 دقيقة. يطهر المكان من اي ميكروبات. شنو تسوي؟ تحط اذا نفرض ان الحرق لا قدر الله بمنطقه الايد، حط ايدك تحت الماء لمده 20 دقيقه بالماء الفاتر. يغسل الماء هذا لين ينظف الحرق نفسه. تغطيه بشاش وتروح فيه لاقرب مستوصف او اقرب مستشفى. ليش يقزونك ابر مرات على الحرق؟ يقول لك لازم نعطيك ابره تسمم ولا شيء من هالقبيل؟ انا ما اذا طبعا اسمع. اذا الحرق يعني كهربائي او حرق، صار حرق ناري. وحاشه يعني جسم التهابات، فلا بد ياخذ وقايه، نوع من انواع الوقايه تدرس. انزين انت كدكتور في التجميل والحروق تجيك اخطاء، تجيك حالات اخطاء، فانت تعالج هاي الاخطاء. شنو الاخطاء اللي تجيك انت في لا شوف، هي الاخطاء كلمه خطا طبي، يعني ماكو شيء اسمه خطأ طبي بحت. مضاعفات، هي مضاعفات جراحية. أي. وحتى لو يكون في خطأ طبي، بما أن دش المريض عندي وقبلت حالته، فأنا لابد أن أقوم بعلاجه. يعني ما أقدر أي وأقول أنت عندك خطأ طبي وخلاص. تعامله كأنه إصابة جديدة. بالضبط، أتعامل معه كشخص جديد، حتى ما أسأل أنت وين سويت عمليتك، لأن أنا ضد أي طبيب أو أي زميل يسأل مريض يقول له وين سويت عمليتك، لأن أنت الهدفك اليوم تعالج المريض، مو تسأله عن منو دكتورك سواك العملية. فبالتالي الخطأ الطبي في عالم جراحات التجميل، يعني أنا أتكلم بنسبة 100% لا علاج ولا حلول. يعني أنا أتكلم فقدان جلد أسوأ شيء، غرغرينا في منطقة صدر، غرغرينا في منطقة البطن، غرغرينا في منطقة الجسم، هذا أسوأ شيء يحدث، أسوأ مضاعفة تحدث. قد تكون مضاعفة طبيعية أو قد تكون خطأ طبي جراح أدى إلى ذلك. لها حل ولها علاج، ما هي نهاية الحياة، ما يعني هذا شغلنا إحنا نرمم. هذا جانب تسوي عمليات برا؟ نعم أنا أسوي عملياتي بالكويت وبحرين وعمان وقطر والإمارات. سمعت دكتور فيصل، يعني كدكتور مسالك شنو أكثر إصابات تيك، يعني شنو أكثر شيء شائع عندنا في الدولة أن تيك حالات منها؟ أنا تخصصي أساساً الدقيق داخل المسالك اللي هو يسمونه جراحات ترميمية لمجرى البول أو الحليل البولي، اللي هو يصير ناتج عن مثلاً التهابات أو ناتج عن مثلاً إصابات من مناظير أو حصوات،
ادت الى ضيق في مجرى البول او قطع مجرى البول في مثلا اصابه بالسياره مثلا ياهل مثلا ولا واحد كبير حادث صار العظم عند الحوض انكسر جرح مجرى البول انفصل مجرى البول. فهذا تخصصي الدقيق اللي انا اشتغل فيه من 2014 تقريبا 2013 الى يومك هذا. فهذه الحالات اللي انا اشوفها وايد اخذ رقع مرات من بطانه الفم واسوي مجرى جديد مره ثانيه شوي شوي اخذ رقعه أخذ من وين من بطانه الفم من داخل هني من بطانه الفم نعم اي واسوي مجرى جديد مره تاخذ من الجلد واقلبه واسوي مجرى اي هذه العمليات اللي انا اسويها عمليه شايده بس هذه شنو سببها اللي انت تضطر انك تسوي هالشيء اصابات يعني مثل ما قلت لك حوادث سقوط من اعلى او حوادث سيارات سياكل او انه يصير عنده التهابات مزمنه في مجرى البول او في الحصوه مثلا طلعت في مجرى البول مجرى البول ترى صغير ضيق طوله 20 سنتي عند الرجل اي نعم فالحصوه هذه قاعده تطلع ترى الحصوه مو ملسه دببه فهي ممكن تجرح الغشاء الداخلي بعد فتره ممكن يصير في تليف والتليف هذا يؤدي الى ضيق في مجرى البول ويبدا يقل المجرى هني البريض يقول لك مثلا يعاني يقول لك ما اقدر عزكم الله افضي حاجتي او ان اقضي وقت طويل بالحمام او مرات يصير عندهم انحباس بول مره واحده ما يقدر عزكم الله يتبول فهني هذه الحالات انا عاده هذه اللي انا احب اسويها اكثر الحالات اللي اشتغلها اصابات عندنا اصابات بس طبعا ما اقدر اعدد لك اياها لان في عندك ممكن اصابات في الكلى اصابات في المناطق التناسليه اصابات في المثانه هذه الاصابات الكومن العامه في كل مكان في شلون الواحد يقدر يحافظ على نفسه انه ما يكون هناك حصوات عنده شرب الماء يقولون اشرب ماء وايد اشرب ماء وايد هل هذا صحيح شرب الماء وايد لازم نعرف ان الحصوات شلون تتكون ترى الحصوات مو كلها بسبب قله الشرب في حصوات وراثيه اوكي في نوع الاكل مالنا في مثلا اللي قوا دراسات ان السمنه السكر هذه كلها مرات ممكن تؤدي الى ان تكوين حصوات عند الشخص نعم فانت لازم تضبط اكلك تضبط شربك يعني الماء احنا نفس الكويت مثلا الجو عندنا ما شاء الله وايد بالصيف ترى روعه يعني انا احب اتمشى الساعه 12 الظهر طبعا اخذ تان اوكي كل يوم صدق ميزته شيء واحد يقول السالفه ما شو طالع مباريات الله يهداك لا لا فيصل ما يسوون قال لا قاعد ياخذ ترجمه اي تو انا اسمع يقول لك اتمشى الساعه 12 الظهر اخذ مدين 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 شوفه بالشارع لا بياخذ بعد فيتامين د ياخذ الظهر اكثر يقول ترى هذا سؤال بعدين جايكم عليه الفيتامين هذا اللي ذبحنا فاحنا عندنا الحر هني يخلي جسمك دائما جاف في الصيف ننصح انك تشرب سوائل مو بس ماي لان في ناس يقول لك والله اشرب لي ماء 6 لتر ماي ليش بش انت زين وهم من سوائل ثانيه من الاكل اي اوكي اي طالع لا لا فيك تغزل اي معلش هو قاعد يسولف لا مع السمك ترى مو ماي مع السمك يصير شو اسمه ريج ناشف زين البروستاتا هل هو مرض شائع في الكويت شوف البروستاتا هي الغده الذكريه موجوده عند الرجل تبدا نموها بعد البلوغ وتبدا تكبر مع الوقت لما يوصل المريض مثلا او الشخص سن معين فوق ال 50 ممكن تترهل وتبدا تسوي له مشاكل انها تضغط على مجرى البول فيؤدي الى صعوبه في التبول في مرضى يقول لك والله انا مديم اقوم من النوم بالليل اروح عزكم الله الحمام عشان اقضي حاجتي يمكن 3 مرات 4 مرات بالليل وهذا وايد فهني هذه هني تحتاج علاج هي كومن في كل مكان مو بس بالكويت شائعه في كل مكان اي سرطان البروستاتا هو يعتبر الحين في بناء على الدراسات سواء بالكويت او خارج الكويت هو يمكن اكثر السرطانات انتشارا ما بين الرجال مره واحد هل يوجد فحص مبكر لامراض البروستاتا اخونا محمد يسألك طبعا اي واحد ممكن احنا بكم مره تكلمنا فيها من قبل انا وياكم صحيح احنا عاده في عندنا تحليل دم وسونار هذا البدايه كالبي اس اي اللي هو انزيم تفرزه البروستاتا طبعا في بعض الناس يخلطون يقول لك والله البي اس اي عندي مرتفع اي زين تمام مو كل بي اس اي ارتفع معناته انه سرطان ممكن يرتفع لاسباب ثانيه الطبيعي عندنا من 0 إلى 4 قراءته المعدلات الطبيعيه مالته اي ف
فوق الأربعة هني تبدأ أنت إذا كان مرتفع تقدر تبدأ تسوي فحوصات ثانية، مثل تسوي الفري في اس اي، تسوي رنين حق المريض، تمام؟ سونار، تاخذ مرات ناخذ عينات من البروستاتا. وإذا ثبت؟ وإذا ثبت هني عاد يصير في أنواع من العلاج، في عندك العلاج الإشعاعي، الجراحي، الهرموني، يعتمد على درجة الورم السرطاني داخل البروستاتا. مؤلم؟ أنا بقول لك شغلة، هل هي نهاية الرجل مثل ما الناس يقولون إذا حاشة سرطان بروستاتا خلاص انتهى؟ لا لا لا، شوف إذا حاشة سرطان بروستاتا يعتمد على درجته وعلى انتشاره في البروستاتا. إذا كان مثلا في مكان صغير ممكن هذا ما يأثر على الموضوع اللي أنت قاعد تتكلم عنه اللي هو الخصوبة عند الرجل، تمام؟ لا تكلمت عن الخصوبة، هذا نهاية أنت قلت الرجل، والله ما نهاية الرجل قال نهاية الرجل، لا لا نهاية طبيا أقصد، لا ليش نهاية طبيا شو قصدك يعني؟ إنه خلاص يبدأ ينتشر فيه، لا 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 شوف سرطان البروستاتا الحلو فيه إنه بطيء الانتشار، ماكو شيء حلو في سرطان، لا لا معلش بس هنا مقارنة في سرطان المثانة أو مقارنة في سرطان الصدر أو أقل أبطأ سرطان انتشارا، نعم زين ياخذ وقت على ما ينتشر، على ما يطلع من البروستاتا يروح مكان ثاني، يعني ممكن ياخذ 10 إلى 15 سنة. طيب فعشان كذي دائما احنا نقول مثلا اي واحد يا جماعه 50 سنة لازم يسوي فحص البي اس اي على اساس نتاكد انه ما في، كل سنة يسوي سنة وراها سنتين بعدين 5 سنين، كل سنة يعني اول سنتين اذا كان سليم نقول له 5 سنين تعال سو، بس اذا كان عنده احد من اهله اخوه ابوه عمه خاله زين يسوي على سن 45. اول سؤال ليك، شنو اللي سبب مرض البروستاتا؟ شنو اللي يخليها؟ شنو قصدك مرض البروستاتا؟ يعني ليش تضخم ليش؟ ولا سرطان البروستاتا؟ تضخم. ما احنا قلنا هو ترهل بسبب انه خلل في نظام البروستات، اي خليه في الجسم فيها جهاز فيها وحدتين، وحده يسمونها نمو والثانيه القتل. اي خلايا توصل لعمر معين زين تطلع تقاعد فيتم ان ابادتها عن طريق الجسم. نعم. لما يصير خلل بين هالجهتين هذه يصير عندنا نمو زياده، والخلل في المنطقه هذه ما قعد تنظف من الخلايا اللي راحت. اي. فيصير الخلايا القديمه هذه تترهل تبقى بمكانها وتبدا تضغط على البروستاتا. اوكي. طبعا اسباب ما في سبب واضح لحد الان ليش تترهل البروستاتا. في دراسات قال لك اذا اللي يمارس الرياضه اكثر عنده نسبه ان اصابته بالتضخم بروستاتا اقل، يقول لك الاكل مش عارف ايش، هذه كلها ما لها علاقه. شنو علاج تضخم بروستاتا؟ هذا السؤال، وهل تزول مع العلاج بالادويه او لازم جراحه؟ وشنو افضل تقنيه جراحه لعمر 60 سنه؟ زين، علاج تضخم بروستاتا يعتمد اول شيء احنا ما نعالج الحجم، احنا نعالج الاعراض. يعني ممكن يكون واحد عنده تضخم بروستاتا بالسونار، سمعت انه في معالجه للحجم عن طريق البخار، راح اقول لك الحين راح يجيك بكلهم. اي بس احنا عاده مريض ممكن يكون الشخص جاي يسوي سونار كذي بس تشيك اب، وتلاقي عنده البروستاتا تقريبا حجمها فوق الطبيعي، الطبيعي ترى هي مثل الكاستن. اي فوق الطبيعي، عندك اعراض يقول لي لا خلاص مالك علاج. مو كل واحد عنده تضخم بروستاتا ممكن يكون عنده اعراض ويحتاج علاج. لما يكون عنده الاعراض اللي هي تاثر على عزكم الله التبول عنده، هني نبدا معاه بالتدريج حبوب. اي ممكن نعطيه حبوب اعشاب مثل حبوب القرع، حبوب يقولون بس هاي تمشي فيها طول عمرك ها؟ طول عادة تاخذها راح تكون علاجات مستدامه او مديمه معك، حاله ادويه الضغط، ادويه السكر. أي. ما تحسن او ان في شغلات دلائل صارت معانا تقول ان المريض هذا ما ينفع له العلاج، فروح على عندنا انواع من التدخل الجراحي. طبعا اكثر تدخل جراحي حق البروستاتا في وقتنا الحالي هذا بدون مشرط، يصير عن طريق منظار دش في عندك العمليه اللي هي يسمونها عتيج الصوف او اللي هي التراديشنال اللي هي كحت البروستيت. كحت صغرها، نصغرها عن طريق ان نزيل منها من المناطق المتضخمه زين تمام، في عن طريق الليزر نفس فكره الكحت نفس الشيء هي الفكره تمام. وفي اخر شيء اللي هو التبخير، هذه تقنيه جديده بس هذه التقنيه تستخدم لاحجام معينه، صار في يعني على قولتهم
استعمال خاطئ لعمليات البخار هاي التبخير، صار فيه يعطون يعني أحجام غير اللي مخترع الجهاز أو مخترع الفكرة وصى فيها، فهي لها حجم معين وهي لها ناس معينة. هذه التبخير، بس كلهم نفس الفكرة، نفس الكونسبت. احنا خذانا الوقت على فكرة، قلنا دقيقتين. دكتور عبد العزيز استمتعنا وياك، ويبي لنا لقاء بروحك خاص حق عمليات التجميل والحروق. دكتور فيصل يبينا 7 لقاءات معك. ماكو مشكلة، 7 لقاءات. انا نبي حق العظام، نبي 10 مرات. اي والله بعد حق العظام. بس لا تدعوني معاه بليز. لا لا لا، كل واحد بروحه. صراحة استمتعت والله وياكم. جزاك الله. ومشكورين وايد على جهودكم، مشكورين على الرحلة اللي والرحلات اللي قاعد تسوونها على حسابكم الخاص، وقاعد تعنون وتمرون في المراحل الصعبة هذه كلها. عسى الله يوفقكم ان شاء الله، مشكورين وايد. ايش في كابتن فوزي؟ لا لا، بودي رحله. ما في رحله. لا لا، الرحله جايه معي ترى. لا لا، عندي شغل. ليش؟ بوديك مكان حلو. عندي شغل. صومال. عندي شغل. شغل شغل. شنو شغل؟ عندي شغل والله. شنو شغلك؟ بالمحطه مع لا مرخص. بس خلاص. اي اذا خلي رخصني. اي لا خصم علي تالي. وين بتوديه؟ خصم علي. صومال. حاضر حاضر. ليش الصومال؟ اروح وياك وين ما تروح. شنو؟ محتاج مترجم. وين ما تروح انا بروح وياك، وين ما تروح ما عندي مشكله، بالعكس وياك انا الكسبان. طبعا طبعا انا الكسبان. ولا ابو الصومال ترى احنا انا الكسبان. اي مكان ترى قال لك مترجم سعود يبي يترجم. ترى كابتن فوزي ذكاء اصطناعي على فكره. ادري. اي ها. اي 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 بعد رجل انا وينك. ترى راح يبي يعرفون ايش قاعد تسوي. يبي يعرفون ايش قاعد تسوي. قاعد اشوف قاعد اشوف البورصه. عبد العزيز وانت ماسك تليفونك. ايوه شنو قاعد تحسب له؟ بورصه سهله 10 بورصه بورصه امريكا بورصه امريكا كابتن متمكن من البورصه. ما شاء الله والله من اكبر المضاربين في البورصه الامريكيه. عدل عطلهم ما يقدر يسوي. خاصه سعر البترول ارتفع 7 سنت. كفو طبعا. يعدل والله تعجبني. عندي 4 برامل. لا لا مهدد فيهم امريكا. 4 براميل يحركهم يمين. 4 جلنات. اي والله مهدد فيهم امريكا. ليش يبا؟ اي والله مو انا قال يبا. دكتور حسام اللي قال 4 اسهم. معطل شركه عوده قدر بعض اندماج سبته. ماخذ 4 اسهم وقفنا. صلى الله يعطيكم العافيه. لا نبي اليمعه هذه مره ثانيه يا عزيز. والله شنو تقول ما ابي مع فيصل؟ باذن الله. طعش حلوه اليوم. طبعا غالي اخوي فيصل، وترى زميل دراسه بالمانيا. صدق والله؟ اي والله. احنا وين درست؟ وين فيه؟ بالمانيا. انا اي مدينه؟ اي مدينه؟ انا هامبورغ. وانت؟ انا كولون. كولون عجيب المستشفى اللي عندهم يخرع. أسأل الله يحفظكم. مشكورين وايد. سولفنا عن النحت والكعود. ما سولف هذا وقاعد. سولفنا عن الجراح جراحة العظام. نبيهم نبيهم. لا زعلان وزعلان ترى. لا نبيهم نبيهم. ليش؟ ما راضي تحرك يا رجل. ما شنو ماشينا نشا قبل لا الله يومين الحين متكدر بعد شو اسمه. ايش فيه؟ هو يدري من تغريده من كذا. لا لا ان شاء الله ماكو شيء كذا. يعطيك العافيه ان شاء الله. أسأل الله يحفظك ان شاء الله. نشوفكم على خير، تصبحون على خير من ليالي الكويت. نشوفكم على خير ان شاء الله في امان الله.